وأما فنزل من حميم وتصلية جحيم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سبحان ربي العظيم ما شاء الله يا عبد الرحمن. حقيقة حباك الله بصوت جميل ووفقت فيما قرأت تصوير الآيات في حد ذاتها هذا أمر يصعب على الكثير مع صغر سنك، إلا أنك وفقت في الآيات التي تتحدث عن المرحلة الأخيرة لحالة الاحتضار وانتهاء الإنسان لهذه الحياة، صورت هذه الآيات بمقام الحزين اللي يعرف عند أصحاب المقامات بمقام الصبر بأجمل ما سمعت. بارك الله فيك. وهناك يعني بعض الملاحظات قليلة جدا، هي الضالين دي يعني قصرت فيها شوية، وأحسن أنك قصرت، هي المفروض تمد عن كده، بس كويس أنك قصرت في الضالين. نعم. مع أنه يا سيدي لا يقرأ علم المقامات لكنه لا 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 يتفاعل فطرة تنقل أكثر من مرة ما شاء الله. نعم. يتنقل فطرة، وكنت أتوقع أنها يكون هكذا. الله أكبر. نعم. أخبرني الشيخ سبحان الله. نعم. يعني فراسة الشيخ فيك وقعت وحصلت ما شاء الله. أحسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك عبد الرحمن، ما شاء الله.